بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش فاهم الدنيا بالنسبه لاداره الاهلي ماشيه ازاي والكلام ماشي ازاي. يعني مثلا كنا هنطلع نسقف لكم ونقول برافو على كل اللي انتم بتعملوه في ملفات تدعيم الفرقه، بان انتم بتحاولوا تعاقدوا مع بدر بنون نجم الرجاء، وبتحاولوا كمان ان انتم تعاقدوا مع يوسف البلاي لاعب الاهلي السعودي. فدي كانت حاجه كويسه جدا ان انتم كمجلس اداره تخلصوا صفقه بدر بنون في سريه تامه. مصر كلها عرفت ان امير توفيق مسافر الامارات عشان خاطر يجتمع بوكيل اللاعب هناك، بس ما عندناش اي مشكله. الكلام ده اتسرب بعد بنسبه 80 او 90% الاهلي خلص كل حاجه مع بدر والوكيل بتاعه والرجاء. ما عنديش اي مانع لحد اللحظه دي، وما عنديش مانع كمان في وكيل يوسف البلالي اللي هو والده، ان هو كل يوم يطلع يتكلم ويقول الاهلي كان قريب بيتعاقد مع ابني ومش عارف ايه اللي حصل، بس في مغالاه بس في حاجات. الكلام ده انا بحترمه جدا، في شغل ممتاز جدا بيتعمل من امير توفيق واداره التسويق. وهقول برده ان المشرف الاعلى على كل ده مجلس اداره الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، بس لما يطلعوا بيان اهبل وعبيط زي البيان اللي طلع النهارده، معلش احنا بنهرج. البيان اللي طلع النهارده نصه او ثلاث ارباعه بنتكلم فيه على اختيار ايفان بيبك حكم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، وان الراجل عمل مشاكل وعمل كوارث في مباراه الاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت. طب معلش انت كنت نايم فين قبل موضوع الماتش امبارح؟ وبعدين انت امبارح طلعت تتكلم في غلطات تحكيميه وتقول لي اخطاء تحكيميه فجه، والتحكيم بيعمل كده ليه، والحكم بيستفز اللعيبه. ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه بجد والله؟ عايزين تتكلموا على مباراه الاهلي والزمالك وايفان بيبك؟ اعتقد كابتن عادل كده يتكلم كلام بما لا يدع مجال ان انت تقعد تضحك بس عليه، ان كرواتيا كلها زملكاويه وايفان بيبك زملكاوي وكلام كتير قوي كنا بنقول لكابتن عادل كده. معلش الراجل كبر وبيقول الكلام اللي هو شايفه من وجهه نظر شخصيه ليه، لا تعبر عن جمهور الاهلي ولا تعبر عن اراء مجلس الاداره في اللي بيحصل. انما لما انتوا تنزلوا بيان وتقولوا اصل ايفان بيبك مش من حكام المصنفين درجه اولى وما ينفعش ان انتوا تجيبوه لنا، كنا بنجيب حكام حرفيا من بير السلم يحكموا لنا مباريات قمه علشان بس خسرنا في بطوله مفترض ان انا خدتها وخلصتها، طلع تعمل لي بيان هتقول لي بقى طالب بحقوق النادي؟ حقوق ايه يا ابو حقوق؟ انت ضيعت كل حاجه مع تركي الشيخ من اول ما جيتوا بتدور على حقوق النادي مع لجنه التحكيم الحكام، وتقول لي اصل الحكم بيدير المباراه الثانيه للاهلي في 12 يوم، وانت مالك ومال اختيارات التحكيم؟ ده الكاتش بيقول لي لو عدوا من جنبكم هينفخوكوا. يعني الناس كانت بتتكلم عن ان يوفنتوس كان بيظبط في اختيار التحكيم للمباريات بتاعته، بيظبط الحكم اللي هيجي يحكم له المباراه، فخدوا كاف واتعمل فضيحه ويوفي نزل درجه ثانيه. اللي احنا بنعمله هنا في مصر حاجات اشبه للمسرحيه الهزليه، بس مع ذلك ناس كتير تطلع تقول لك اضرب يا خطيب بيد من حديد. يا جماعه انتوا بتهرجوا، الموضوع ملوش اي علاقه بيد من حديد، الموضوع له علاقه ان انا عايز اطلع بيان وعايز اثبت ان انا قوي. بس المشكله لما اطلع بيان واثبت ان انا كوميدي وقتها هتكون دي المشكله. مش عارف احبك واحترمك على ان انت عايز تدعم الفريق، الفريق اللي انت سبته ينهار من ان انت ما بتقدرش تجدد للنجوم الكبار بتوعه علشان خاطر مفترض انك حاطط سقف تعاقدات معين، وكمان رايح تجيب لعيبه، يعني بتحاول تعمل اصلاح للحاجه اللي انت افسدتها. ماشي تمام، ليه تنزل بيانات؟ ليه تنزل بيانات؟ ليه تتكلم كلام زي ده ما لا يدع مجال ان انت تقعد تاخده على محمل الجديه؟ دي بطوله انت خلصتها وباقي لك فيها نقطه وتاخدها، طلع دول تشتكي من اخطاء تحكيميه، اخطاء تحكيميه اللي انت بتشتكي منها. والله العظيم الموضوع بيعصب جدا لاي حد بيتكلم بالمنطق، انما اي حد عايز يطبل يشوف ان اللي بيحصل ده حاجات ابداع وامتاع ومجلس اداره الاهلي احسن مجلس في الدنيا وبيدور على مصالح الاهلي. لو فكرت بمنطق دي بطوله انت خلصتها. اتكلم على ايه؟ اتكلم على خساره قدام الاهلي والزمالك وان انا ما خسرتش غير بفعل تحكيمي؟ لا انت كنت سيء وكان الحظ ضدك اليوم ده، مش عيب ولا حرام تقول الكلام ده، بس عيب والحرام انك تقعد تقنع الشباب ان في مؤامرات وفي حاجات كتير قوي بتحصل وده ما بيحصلش. كل اللي بيحصل هو عجز مجلس اداره الاهلي الحالي في الدفاع عن مواقفه وفي الدفاع عن اي حاجه، بيحاول ان هو ياخد بونت على اي حاجه حتى لو كانت الحاجه مش موجوده. كابتن ابراهيم الدين بيستفز اللعيبه عشان عاطل كابتن سيد عبد العزيز انذار امبارح، بيستفز اللعيبه؟ مش عارف والله الدنيا بالنسبه لكم رايحه فين. اتمنى ان فعلا نخلص في بدر بنون ونخلص في يوسف البلالي ونخلص كمان في دوره مجلس الاداره اللي هي مش ناويه تعدي غير لما تاخد عمرنا معاها والدنيا بالنسبه لنا ما بقناش عارفينها تمشي وتروح معانا لفين. انا متعصب تمام، متعصب لان انا كان نفسي ابقى عندي رؤيه ايجابيه لمجلس اداره الاهلي ولو في ملف بيديروه، انما حتى الملف اللي بيديروه كويس بيعملوا ملف قدامه سيء. مش عارف والله.